رايك ايه في العالمين. فانت قلتي نقطه مهمه جدا. انا قلت ان دي مدينه فعلا. مدينه كبيره فيها كل حاجه. طبعا ما لحقتش ابص على كل حاجه. ايوه. بس الطرق حلوه وبعدين في سياح كتير قوي. بحر. بس كل حاجه دي حاجه من الحاجات اللي ما كناش بنلاقيها في الساحل. يعني فكره ان يبقى في اجانب في الساحل ما كناش بنلاقي السياحه الاجنبيه وناس من فار ايست وناس من كل حته في اوروبا. دي حاجه بقت حلوه قوي في الساحل. ويمكن دي اول مره احنا كمان قاعدين في الفندق ففي وفود من العالم كله. صح. فبتلاقي جنسيات مختلفه لغات مختلفه والناس رايحه جايه وفولي بوكت. حاجه جميله جدا. اول مسرحيه ملي صح؟ انا اول مره مسرحيه. و يعني طب قولي لي عايز اعرف احساس المسرح. يعني دايما بسمع ان المسرح ده ليه احساس مختلف تماما عن السينما وعن التلفزيون. بص انا طبعا كان ليا كنت مسرح بس دار الاوبرا المصريه. ايوه. عشان كنت فرقه بالي اوبرا القاهره. طبعا. بس طبعا المسرح ده مختلف عن ده تماما. ايوه. اولا مبسوطه جدا ان انا في المسرحيه ومعايا النجم اللي كل الناس بتحبه وانا شخصيا بحبه جدا جدا. هو بيحب عبد العزيز جدا. معايا امبارح يعني كريم يعني أشعار. حبيبي واشتغلنا مع بعض كتير. بس يمكن المسرح مختلف لان المسرح انت كل يوم بتشوف نفس الناس. كل يوم بتعمل روايه. بس يعني هتلاقي مثلا امبارح غير النهارده بكره هتعمل العرض بشكل مختلف لان كل مره في إف جديد حاجة جديدة. أيوة. ضحك جديد. فكل ده بيخلي المسرحية متجددة طول الوقت. ما بتبقاش هي هي. أيوة. والناس مثلا اللي جات اتفرجت علينا من شهور لما كنا بنعرض السعودية. في السعودية غير دلوقتي. فكل شوية في تجديد بيحصل. في حاجات جديدة بتحصل. ودايما للأحسن. وأهم حاجة طبعا الروح اللي بتبقى موجودة ورا الكواليس.